صوت للكفو لأن صوتك راح يكون في مجلس الشورى. من حق الوطن عليك أن تختار له الأكثر كفاءة. صوتك راح يحدث فارق، لا تتردد وشارك، مشاركتك واجبة. لن تضع صوتك في الصندوق فقط، إنما حلمك وحلم الأجيال. كلما أحسنت اختيار مرشحك كلما ساهمت بنهضة بلادك. تأكد أن صوتك سيذهب لمن يستحق.